شر البلية ما يباغتك على أجنحة الطائر الأخضر، وانتبهونا زين للخبر. سلطة الطيران المدني العراقية تبلغ الخطوط الجوية العراقية بمنع استخدام وتشغيل الطائرات الأربعة من نوع الإيرباص طراز 220 اللي تم استيرادهم قبل سنة تقريباً، وأكو بعد وحدة المفروض توصل للعراق بالفترة القادمة. القصة خطيرة ولازم نعرف أولياتها حتى نفهم ليش سلطة الطيران المدني اتخذت قرار منع التشغيل. هذا الطراز من الإيرباص بدأ تصنيعه عام 2013، والطائرة الجديدة تتميز بهيكل عريض ومريح للركاب، وتستخدم أحدث محركات تيربوفان لشركة برات أند ويتني. يعني الطيارة غير شكل وتعد الأحدث حالياً، بدليل إنه الشركة الكندية المصنعة سلمت منها أكثر من 80 طائرة لخمس شركات طيران إقليمية بآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، من بينها مصر والعراق، ومتوقع أن تبيع 7000 طائرة من هالنوع خلال 20 سنة القادمة. بالنسبة للعراق، وزارة النقل تعاقدت على 5 طائرات، استلمت لحد الآن 4 على دفعتين وباقي واحدة. زين وين المشكلة؟ المشكلة إنه هذا الطراز ليه عيب لما يستخدم بالبلدان الحارة والمغبرة، والعيب هذا يبين بالارتفاعات المنخفضة أثناء عمليتي الإقلاع والهبوط، ويتمثل بتعطل المحركات وبدون سابق انذار. بأوروبا وأمريكا وكندا ماكو هيج مشكلة، بس مهندسين عراقيين المعيين دارسين بأمريكا وغير أمريكا لكفوا العيب، وبلغوا مدير الخطوط الجوية الأسبق عباس عمران اللي خاطب الوزارة بكتب رسمية أكثر من مرة حول القضية، لكن ما لقى إجابة لحد ما مل. بالنهاية بلغت الوزارة بكتاب رسمي إنه هاي الشغلة مو يمنا، أنت ومجلس الإدارة تاخذوا القرار، فمجلس إدارة الخطوط وعباس عمران مدير الخطوط اتخذوا القرار بوقتها بعدم استخدام هاي الطائرات لحد ما يشوفون شارة، وبقى جاثمات على الأرض. بعد فترة وبسبب خلافات مع وزير النقل السابق ناصر الشبلي، الوزارة رادت تقيل مدير الخطوط، فما لقت غير هذا العذر. يا بشنو موقف طيارات سعر الوحدة 48 مليون دولار بالقراجات، واعتبروا هذا الإجراء هدر للمال العام وخسارة للخطوط. شكلوا لجنة وزارية وثبتوا التهمة عليه وأقالوه من منصبه، وإجا المدير البديل اللي هو كريم كاظم اللي أقيل مؤخرا، وأول ما لزم القلم الأخضر وقع على تشغيل الطائرات الأربعة، وضربوا الآراء الفنية عرض السماء مو الحايط. النتيجة المشكلة ظهرت بعد فترة رحلة من رحلات الخطوط الجوية العراقية على إحدى هذه الطائرات العليلة إلى موسكو، اتعطل واحد من محركاتها الأربعة فهبطت اضطرارياً بتركيا. مو بس هاي، تكررت المشكلة برحلة وفد وزارة الثقافة لتونس قبل 10 أيام. الإيرباص 220 أثناء الهبوط انسمع بيها دوي صوت كبير، والمصيبة إنه ما تأشر سببه بقمرة القيادة نهائياً. لاحقاً من نزلت الطيارة اكتشفوا أن هناك تكسرات وتشققات بجسم المحرك وريش المروحة، والهسة الطيارة تسمع صوتكم عاطلة وجاثمة مطار قرطاج، والدولة والخطوط تدفع عليها قراجية تكسر الظهر. والغريب أن القصة بقت بطي الكتمان وتلغمطت إلى أن أثارتها سلطة الطيران المدني وأمرت بإيقاف تشغيل هذه الطائرات إلى أن يشوفون شارة. يا أيتها الطائرات الأربعة من طراز إيرباص 220، اجثمي في الجراج ولا تطيرين بعد، ولا حد يسأل ليش وش قد كلفت الدولة هاي الاجتهادات
والإهمال والفوضى.